السلام عليكم. يهديكم مكتب الهيئة الدولية للمسرح في دولة فلسطين بالغ تحياته، ويسرنا أن نستعرض على حضراتكم موجزا لأهم الأحداث والأنشطة والصعوبات التي يعيشها المسرح في دولة فلسطين، بداية من تنظيم وترتيب عدد من الأنشطة والندوات بالتعاون والشراكة مع المؤسسات والجمعيات الغير حكومية، تقديم الاستشارات الفنية للفرق والمجموعات المسرحية للهواة، المشاركة في احتفاليات يوم المسرح العالمي، تشجيع الفرق المسرحية إلى ترتيب فعاليات وندوات ورش إلكترونية في ظل جائحة كورونا، الاتصال والتواصل مع عدد من المؤسسات باتجاه تعزيز فرص تمويل أعمال مسرحية وإعادة التمويل، تنشيط فعاليات بالتعاون مع المؤسسات التربوية والتعليمية لتشجيع النشاطات التربوية المسرحية، تعزيز فرص الشباب في الحصول على فرص تدريبية مع المؤسسات والجمعيات الغير حكومية. ولكن تظل الأوضاع معقدة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المفروضة على المسرح في فلسطين. الصراع السياسي وتأثيره على المسرح في فلسطين. أثرت طبيعة الصراعات السياسية على المسرح في فلسطين كغيره من باقي القطاعات المختلفة، بل وضع الكثير من العوائق التي تحول من نشاطاته. أولا، استهداف وتدمير الكثير من المراكز الثقافية والمسارح، ومن أبرز ما تم استهدافه وتدميره بشكل كان كلي مسرح سعيد المسحال، والذي كان يقدم على مسرحه المتواضع عدد كبير من الأعمال المسرحية والأنشطة الفنية المهمة، ومسرح المدينة التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والذي أعيد بناؤه من جديد. ثانيا، الحصار المفروض على المدن والمحافظات الفلسطينية، والذي يشكل عائقا كبيرا في خروج أعمال مسرحية فلسطينية للمشاركة في المهرجانات والمحافل المسرحية الدولية والإقليمية، أو للاستفادة من التبادل الدولي للخبرات، أو من خلال مشاركة عروض وفعاليات دولية مسرحية من خارج فلسطين. ثالثا، الظروف الجغرافية المعقدة والتي تقف كحجر عثرة أمام مشاركة المسرحيين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بعضهم البعض في أعمال مشتركة أو مهرجانات ولقاءات مهمة، فلا يتمكن فنان مسرحي من قطاع غزة من الوصول إلى القدس أو الضفة الغربية، والعكس صحيح. المسرح الفلسطيني في ظل جائحة كورونا. زادت جائحة كورونا من الظروف المعقدة التي يعيشها المسرح في دولة فلسطين كغيرها من باقي الدول. وبالرغم من المعاناة، يحاول المسرح في فلسطين النهوض تدريجيا من خلال محاولات حثيثة إلى إحياء المسرح وعروضه بالرغم من الجائحة وما ترتب عليها من شلل كامل على المسرح وتأثير سلبي، وبالذات فيما يخص الكثير من المسرحيين والذين باتوا من دون عمل أو أي دعم أو مساندة، خصوصا وأن المسرح في فلسطين يعتمد بشكل كامل على تمويل مؤسسات المجتمع المدني. محمد شعشاع، مدير مكتب الهيئة الدولية للمسرح دولة فلسطين.